تفهم اللقطه بتاعت سيموني بيخش غرف الملابس دي ان هو مش عايز خالص يسلم على روبن كلوب. لا 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 لا, لا. خليك روحك رياضيه وما تبقاش بتحاول تنكش كده وتقول ان سيموني ما عندوش روح رياضيه وان كلوب راجل مثالي وراح سلم على لعيبه اتلتيكو مدريد واحد واحد وان كلوب مدير فني عنده اخلاق عاليه وسيموني الناحيه الثانيه ما عندوش اي روح ولا اخلاق. لا لا, لا معلش, لا اتفق معاك تماما. سيميوني كان بيدور على هرموسو, هو كان بيدور على هرموسو اساسا, كان نفسه يلاقيه. الواد بعد ما غيره بيبص وراه لا خلع على غرفه الملابس, ما كانش ينفع يسيب الفريق ما يقفش على الخط كده ويسيب العيال اخر 10 دقايق. فراح دور على هرموسو بعد الحكم ما صفر على طول, الحقه ابن الذين قبل ما ياخد الشنطه ويخلع. سيميوني نفسه يمسك هرموسو اساسا بسبب ضربه الجزاء اللي لبسها له دي. لا ده عشان كده سيميوني داخل غرفه الملابس بدري بدري, ما سلمش على كلوب. هو هيطلع يسلم على كلوب بعد ما يدي سيميوني للواد هرموسو العلقه التمام, لان بصراحه ضربه الجزاء اللي عملها هرموسو مع ضربة جزاء غبية غشيمة. ما ينفعش تكون مدافع اتلتيكو مدريد وتعمل ضربة جزاء زي دي, ده انت سيميوني يخش فيك احداث يا راجل. ضربة جزاء غريبة ومريبة. بس معلش عايزين نتفق على حاجة برضه, ما اول 12 دقيقة انك تنزل المباراة خسرنا 2-0 هي حاجة مش جديدة على اتلتيكو مدريد بصراحة, يعني مش جديدة خالص, لانك لو تابعت ماتشات اتلتيكو مدريد السنة دي تعرف ان هما اول مباراة بيبدأوها كده ان هما لابسين جول وبعد كده بيدوروا على التعادل وبعد كده اللحظات الحاسمة سواريز بيجيب الهدف الثاني ونخلص المباراة والثلاث نقط نقضيها على خير. النهاردة بقى حصل كده تاتش غريب اللي هو اول مش معنى انا بشجع اتلتيكو مدريد النهاردة ان انا انسى ان الجول اللي جابه محمد صلاح, وانسى كمان المشوار اللي خده محمد صلاح من ناحيه الشمال وعدى من ليمار وعدى من الثاني وعدى من الثالث وعدى من الرابع وبيشوط وبيسجل. لا والله يا ابني انت احسن لاعب في العالم حاليا الفتره دي ومحدش يقدر ينكر كده الا حد جاحد. محمد صلاح بيقدم مستوى رهيب, محمد صلاح بيقدم مستوى ممتع جدا. طب انا بشجع اتلتيكو ايه؟ معلش بقى ليفربول غريمي وانا براجل بشجع مانشستر سيتي, فما ينفعش ان انا اتعاطف مع ليفربول. انت اهلاوي عمرك شجعت الزمالك قبل كده؟ او انت زملكاوي شجعت الزمالك قبل كده؟ او انت راجل مغربي شجعت انت الوداد لو انت بتشجع الرجاء؟ صعبه يابا, فانا صعب ان انا اشجع النهارده ليفربول. كان نفسي بصراحه كده اتفاجئ ان سيمينو نازل يهاجم, كان نفسي قوي اتفاجئ ان سيمينو نازل يهاجم. بعدين انت عندك نص ملعب الناحيه الثانيه في هندرسون ومينر ونبي كايتا, يعني هتهاجم امتى؟ عندك رودريجو دوبول, عندك ليمار, عندك كراسكو, عندك كيرين تربيير, عندك تحتيهم كوكي في الثلاثة واحد أربعة اتنين اللي انت بتلعبها النهارده دي. مفترض انك نص ملعبك يمسك المباراه من الاول وتحاول تدور على المكسب, وعندك قدام جريزمان اللي بيقدم مستويات طيبه في دوري ابطال اوروبا وجواو فيليكس, يعني مفترض انك تحاول تنزل تكسب من الاول. انما سيميوني لا, احنا عندنا سيناريو واضح وثابت هننزل نلعب بيه, هنعتمد على ان احنا هنخترق ناحيه الشمال اللي موجود فيها كراسكو وقدامه كده بالصدفه البحته نقطه ضعف ليفربول الكبرى وهي ترينت ارنولد. ترينت ارنولد اللي الكوكب كله بيلعب وراه, الكوكب كله عارف ان صلاح هيجري هيهاجم اللي وراه في ال 4 3 3 هيقدم معاه واجبات هجوميه, ترند هيكون طاير على الجبهه والناحيه اليمين مفتوحه, والناحيه اليمين دي بقى فيها مين بيدافع ورا كل دول؟ ماتيب. لا يا باشا دي مربوح, والله مربوح. والنهارده موجود جوردن هاندرسون ديفندر التجربه اللي فشل فيها 7000 مره. لا 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 هتلاقي انفرادات بالزوفه, بس هاجم انت. وقد كان عزيزي اول ما لعيبه اتلتيكو مدريد فكروا ان هم يهاجموا لقوا ان الصخره دي شغاله ولقوا ان في انفراد جاي لجريزمان, وبعد ما سجلوا الهدف الاول عن طريق جريزمان برضه, وجريزمان بيقدم اداء كويس وجريزمان بيضيع الانفراد وجريزمان بيجيب الهدف الثاني في الشوط الاول. الله اكبر عليك, هو ده جريزمان اللي كان معانا في برشلونه؟ كنا بنديله بالجزمه في برشلونه. ايه اللي حصل؟ مين اللي تمشى جريزمان من برشلونه؟ اول ما قعدوا يقولوا الكلام ده قلت بس ربنا يستر هيحصل مصيبه دلوقتي لجريزمان, هيتعور ولا يعمل اي حاجه. علشان خاطر اول ما الشوط الثاني ما يبدا اول التحام لجريزمان بيدي واحده لفيرمينيو كده تحس ان هو بيلعب تايكوندو, يعني يكون ما لهاش اي علاقه بالكوره خالص, وايه بيطرد فيها. عاش شباب, والله عاش شباب اللي انتوا بتعملوه, والله عاش المجهود اللي انتوا بتعملوه ده. خلاص انا مش هيكم, انا كده كده سيموني كان بيدافع ب 11 وبالك بقى بيلعب ب 10, اركن الباص يا ابن الحلال. وهنعتمد برضو من الناحيه الثانيه على الموضوع بتاع كراسكو, وهنعتمد ان كراسكو بيجري, وهنعتمد كمان ان ساديو ماني مش شايف قدامه خالص, وان ماني ضايع هو وفيرمينيو وان هما مش موجودين النهارده خالص, ونص الملعب بتاع ليفربول فيه مشاكل, فليفربول كده كده مش هاجمنا عشان خاطر كلوب بيقول له لا 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 انسى الكلام الفاضي ده, انا هغير لك نص الملعب كله, انا مش هسيب حد غير جوردن هاندرسون وهرميه ناحيه اليمين بتاع محمد صلاح وهو يعمل الادوار اللي كان مفترض يقوم بيها نبي كايتا. نبي كايتا جاب جون عالمي, بس نبي كايتا ما كانش كويس النهارده, عشان خاطر تلاقي ان هو قرر يعمل التغييرات, وان هو اول تغييره كانت جوتا وطلع ساديو ماني, وتاني تغييره كانت شامبو وطلع مكانه ميلنر, واول لا اول تغييره اسف كانت فابينيو مكان نبي كايتا وحرك هاندرسون, وبعد كده شامبو مكان ميلنر, وبعد كده جوتا مكان ساديو ماني, وفي الاخر خالص نهاها بنيكو ويليامز مكان محمد صلاح و
جو جوميز مكان ترينت ارنولد ومحمد صلاح وجوميز، دول كانوا التغييره في اخر الماتش خالص، اللي هو خلاص انا هقفل ناحيه اليمين اللي انت بتحبها يا عم سيميوني بعد ما بتلعب 10 اهو. بس في فتره كده كان ليفربول مطالب ان هو يهاجم، ودي بقى الفتره اللي عمل فيها هرموسو الخطا القذر اللي كان بيدور عليه سيميوني بسببه، ضربه جزاء مع مهات لعيب غشيم وعملها هذا هرموسو، وده بيقول ان هرموسو غشيم. وضربه الجزاء بيخش ابو صلاح بيسجل، ابو صلاح سجل الهدف الثاني ليه النهارده والماتش خلص على كده. لما خلص في ضربه جزاء حسمت لعيبه اتلتيكو مدريد، وبعد كده الفار قال لك لا ما هي مش هو الواد جوتا حب يعمل واجب مع هرموسو عشان خاطر هرموسو عمل ضربه الجزاء فجه يردها في خيمينيز ف ما اتحسبتش. الفار قال لك ان هو ما لمسوش، ان هو الواد خيمينيز كان ناوي ينط بس الكره ما يعني الواد ما كان ممكن خيمينيز يلحقها، بس تقدر تقول كده ان كوع جوتا سحب الكوع بتاعه. اما بقى الناحيه الثانيه في التغييرات بتاعت العبقري سيميوني، بداها بخيمينيز مكان كندوبي مسك بمسك في اول الشوط الثاني كده على طول. بعد كده هو كان محضر بصراحه انخل كوريا ولويس سواريز وماركوس يورينتي وكان ناوي يغيرهم بس الطرد بوظ الدنيا معاه، فقال لك اخرهم فضل اخرهم لحد ما لبس الجول الثاني. وفي الاخر خالص سيميوني طلع خسران. هل اتفاجئنا باي حاجه؟ لا، الماتش كان عظيم جدا، الماتش كان ممتع جدا، الماتش كان جميل جدا. لم اتفاجئ ان سيميوني بدا الماتش بثلاث دفاعيه، بس بصراحه اتفاجئت بالريمونتادا اللي عملها لعيبه اتلتيكو مدريد، وما اتفاجئتش خالص بالنبر اللي حصل على جريزمان، لان اي حد يمشي من برشلونه هنقول ان هو كان بيقدم اداء ممتع مع الفرق الجديده اللي بيلعب فيها وبيقدم اداء ايجابي وبيسجل وبيعمل. ليه عندنا برشلونه فاشل وتلاقي الواد ده بسم الله بعد ما قالوا الكلام ده على طول يجي مبطوط ساعتها. اما ليفربول فليفربول واحد من اكبر الفرق في اوروبا، سواء حبينا سواء كرهنا سواء غريمي بقى، هم اكبر فرقه واحده من اكبر الفرق في اوروبا ومن اهم الفرق في اوروبا، وبالذات لما يكونوا حاضرين بقوه ولما يكون فان دايك في مستواه. انما النهارده فان دايك جريزمان عطله واحده كده ما ينفعش برده مساك في ابتدائي ياخدها، ما بالك بقى فيرجيل فان دايك وقبليها كان ابننا برناردو عامل معاه الغلط. ف فيرجيل فان دايك لسه مستواه ما رجعش الاول، ودي حاجه صعبه جدا انك تكون واحد من افضل المساكين في العالم وبعد كده تتصاب وبعد كده تحاول انت ترجع من اول وجديد في الفرقه بتاعتك تبني عليك وانت تكون لسه مش جاهز 100%، خصوصا المساك اللي جنبك اللي هو ماتب ضايع خالص ولعيب بوبا لالا خالص. ف اتمنى ان ليفربول يحاولوا يصلحوا الازمه اللي موجوده ناحيه اليمين ناحيه ترينج، يعني شوف مليانين ازمات في خط الدفاع ومع ذلك هذا السيميوني نازل يدافع قدامهم، عايز منه ايه يا عزيزي؟ بس بصراحه حل عليهم الثلاث نقط، مش هنقعد نقول التحكيم لان اتلتيكو كسبان مليان ميلان بالتحكيم اساسا، فصعب انك تقول ان التحكيم هو اللي خلص على اتلتيكو النهارده. لو عجبك الفيديو يابا ممكن تعمل لايك، او ما عجبكش خلص عليا واعمل ديسلايك، هي كده كده خربانه يابا، الله يخرب بيت سيميوني على اللي يفكر يشجع سيميوني في ماتش تاني.